وينضم إلينا عبر الهاتف من المنامة أسامة مهران، رئيس تحرير صحيفة أسواق الاقتصادية البحرينية. ضيفي الكريم، أهلا بك معنا. ما هي تفاصيل هذا الاكتشاف في البداية؟ أهلا بحضرتك كل السادة المشاهدين، كل تحية. أهلا بك. بداية هذا الاكتشاف طبعا هو تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أنه هو الأول بعد عام 1932 عندما تم اكتشاف النفط لأول مرة في مملكة البحرين. في عام 2017 في النصف الثاني تحديدا، ومن خلال شباب بحريني من المهندسين في شركة نفط البحرين بابكو، اكتشفوا فعلا أن هناك في حقل البحرين أو في خليج البحرين على مساحة 2000 كيلومتر مربع موجود نفط في هذا المكان، ولكن لم يكن معلوما هل هذا هو النفط قريبا من سطح الأرض أم أنه في أماكن العميقة إلى ما يسمى أو عند ما يسمى بالنفط الصخري. وبالفعل وخلال الأيام القليلة الماضية تم مضاعفة الجهود، وتم الإعلان اليوم وبالأمس وبالأمس الأول على اكتشاف هو الأكبر من نوعه في التاريخ لحقل نفط عملاق وحقل غاز عملاق. حقل نفط يمتلك ما يعادل 80 مليار برميل نفط صخري كاحتياطي. نعم. ومن 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب. ماذا يعني هذا الاكتشاف للبحرين؟ أهمية هذا الاكتشاف يعني بشكل عام واقتصاديا بشكل خاص؟ أشوف حضرتك، هو الآن الدراسات تتجه نحو فحص جدوى هذا الاكتشاف. نحن نعلم جيدا أن النفط الصخري تكلفة استخراجه مرتفعة جدا قياسا بأسعار النفط في الأسواق العالمية. خلال الفترة القريبة الماضية حتى شهر أكتوبر من عام 2017 كان السعر المعادل لاستخراج برميل النفط الصخري يتراوح بين 45 إلى 65 دولار، وعندما تراجعت أسعار النفط إلى ما يعادل 30 دولار أصبح استخراج النفط الصخري غير مجدي. لكن الآن وبعد أن وصل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية برنت على سبيل المثال إلى نحو 70 دولار ونايمكس تكساس إلى حوالي 65 دولار، أصبحت هناك جدوى من البحث والتنقيب على النفط الصخري، خاصة خاصة أن هناك اكتشافات جديدة بتكنولوجيا محدثة. أشكرك جزيل الشكر السيد أسامة مهران، كنت معي عبر الهاتف من المنامة.